مساء الخير، اهلا بيكم معانا ويوم جديد. النهارده من خلال حلقتنا هنتكلم عن موضوعين. الموضوع الاول هو ظاهره الحقيقه الاعلام اتكلم فيها كتير جدا وكل المختصين، لكنها ما زالت موجوده في مجتمعنا المصري، هي بنسبه ضئيله لكن الحقيقه احنا بنتمنى انها تنتهي تماما، وهي الزواج المبكر. ايه اللي بيخلي بعض الاسر تجوز بناتها بدري؟ هل هو العامل الاقتصادي والاحتياج المادي، ولا نقدر نقول العادات والتقاليد والافكار المتوارثه؟ بمعنى ان لسه البعض بيقول ان البنت، هو طبعا البنت ليها بيتها اكيد، لكن لازم تتعلم ولازم تتجوز في الوقت المناسب. الزواج المبكر الحقيقه ليه العديد من نقول ايه المضاعفات او الكثير من الاثار السلبيه اللي بتترتب عليه، لانها بتبقى لسه بنت صغيره، ولا هي مهيئه جسديا ولا مهيئه نفسيا، واول ما بتتجوز وتخلف بنوته صغيره يعني اطفال بيخلفوا اطفال، وفي بعض الاحيان بتكون الزيجه دي من حد اكبر منها في السن، وقد تكون ايضا الجنسيه غير مصريه، يعني هو جاي يتجوز لفترة معينة وهيسافر بلده، فبالتالي بتبقى عبء أكتر على الأسرة اللي خدت بعض نقول الفلوس القليلة جدا علشان تجوز بنتها. هنتكلم على الموضوع بشيء من الاستفاضة. الموضوع التاني اللي هنتكلم فيه هو إيه سمات المدير الناجح؟ هل هي كاريزما مثلا؟ أي حد لما يتولى نقول إدارة معينة يقدر ينجح فيها بشكل جيد؟ هل يقدر إن هو ياخد القرار المناسب في الوقت المناسب؟ هيكون معانا متخصصة هنتكلم في الموضوع نقول بشيء أيضا من الإيضاح. ما زلنا في شهر النصر، شهر أكتوبر العظيم، 46 سنة مرت على نصر أكتوبر العظيم. الحقيقة هذا النصر أعاد الكرامة ليس للمواطن المصري فحسب، ولكن للوطن العربي أجمع. تحية حب وتقدير لكل قواتنا المسلحة اللي بتعد بمثابة الدرع الواقي وصمام الأمان لكل الشعب المصري. كل سنة وحضراتكم بألف خير. ظاهرة الزواج المبكر هي ظاهرة سلبية بيترتب عليها العديد من الآثار السلبية للبنت المصرية وبالتالي للأسرة المصرية. ما هي أسباب هذا الزواج المبكر؟ وهل لابد يكون في هناك قانون لردع من يقترف هذا نقول هذا الانتهاك للبنت المصرية؟ ده اللي هنعرفه من خلال وجود دكتور سهير عبد السلام، عميد كلية الآداب جامعة حلوان. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيبة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة. كل سنة وحضرتك بألف خير. ظاهرة الزواج المبكر نقول نسبتها قد إيه في المجتمع المصري، برغم إن الإعلام بكافة نقول فئاته كان بيتكلم في هذه المشكلة؟ هو وزارة الصحة أصدرت بيان إن نسبة المتزوجات ما بين 15 19 سنة 11%. في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان في سنة 2017 قال إن في 111,000 حالة زواج مبكر. طبعا الإحصائيات الدولية كمان بتأكد على إن نسبة الزواج المبكر ارتفعت جدا وخصوصا في العالم العربي. نقدر نقول أسبابها إيه؟ هل هي بتقتصر فقط مع العامل الاقتصادي ولا العادات والتقاليد والأفكار الموروثة؟ هي ليها أكتر من بعد طبعا اللي حضرتك قلتي عليهم، دول يعتبر أهم الأسباب. أول حاجة فكرة إن أنا ثقافة متوارثة إن أنا أجوز البنت صغيرة علشان ما تغلطش، فكرة إن الأنثى بقت عورة أو إن الأنثى ممكن تخطأ، وفكرة تراجع دور المرأة في المجتمعات البدائية والريفية والقبلية، فكرة إن عايزها تتجوز بدري عشان تخلف بدري عشان تبقى أم بدري وافرح بأولادها، عوامل اقتصادية لما بيكون جاي العريس وعنده إمكانيات مادية، فأبسط الأمور إنها هترفع نفقتها عن كاهل الأسرة صحيح. عن الأب، فيقول أجوزها وأخلص من مصاريفها، أو إن هو يستفيد بقى في عمليات من التجار البشر وعمليات من الزواج المبكر مع بعض الأثرياء للأطفال، فده طبعا بيبقى فيها إفادة للأب وللأسرة.
فكرة التسرب من التعليم ان هو مش عايز يعلمها او مش عايز برضو ينفق عليها في مجال التعليم، اسباب متعددة جدا ممكن تدفع لده، لكن طبعا النتائج بتكون خطيرة جدا يعني. هل هي نقدر نقول ان هي بتتركز في مناطق معينة بعينها في مصر؟ اكيد في مجتمعات اقل تطورا زي في الريف وفي المجتمعات البدوية من مناطق النائية المناطق مثلا. النائية اللي هي ما فيهاش خروج للمرأة، ما فيهاش تصور كامل عن دور المرأة في المجتمع، ان المرأة مفروض انها تتزوج صغيرة ومهمتها الأساسية الزواج والإنجاب، مش ملهاش اي دور في تنمية المجتمع او الدولة، فهتفضل قاعدة ليه؟ فكرة الخوف من العنوسة ده عامل مهم جدا، لان انتشرت العنوسة بشكل كبير بين اوساط المتعلمين بشكل اخص، فطبعا ده بيبقى انذار خطر يعني، الناس بتبدا تقلق، طب ما انا هسيب بنتي لغايه لما ما تتجوز ويتقال عليها ان هي عانس، فبيسارع بانه بجوازها. يزوجها مبكرا. فالزواج المبكر كمان بيكون بالنسبه لفئه الاطفال طب يعني. خلينا نتكلم على الجزئية دي بشيء من التفصيل يا دكتور اتفضل بعد الفاصل. اتفضل. نشوف فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الزواج المبكر هو زواج الأطفال تحت سن 18 سنة. والفقرة الثانية من المادة رقم 13 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص على أن خطوبة الأطفال وزواجهم ليس لها أي أثر قانوني، كما يجب أن تتخذ الدول الإجراءات التشريعية لتحديد سن أدنى للزواج وتسجيله في سجل رسمي، وخرق هذا البند يتم إذا كان أحد الزوجين دون سن 18 ولم يكتمل نموه الجسدي، وبهذا يعد هذا الزواج قانونيا زواج أطفال. أنا ما برشحش الجواز قبل سن 25 سنة للولد أو البنت، بحيث إنه يكون اكتمل شخصيته وهيعرف يواجه المشاكل اللي ممكن تقابله بعد الجواز. والله الجواز المبكر للست للبنت يعني من 20 سنة ده كويس للبنت، أما للشاب الشاب من 25 سنة يكون بيعمل ويعول، أما يبقى عنده 15 سنة ويتجوز يعني العلاقات بتفشل. غلط طبعا جامد قوي إن البنت تتجوز صغيرة، لأن ما بتدركش الأمور بتاعت بيتها ولا جوزها ولا تقدر تفهم جوزها، لأن مخها بيبقى صغير، ما فيش درك أمور إن هي تقدر تعالج مشاكلها مع جوزها، او لو حصل حاجه بينها وما بين زوجها مثلا مش هتقدر تستعدل ان هي تقدر مثلا تقنعه او يقنعها، فده بيبقى طبعا بحد ذاته غلط. ما بشجعش ان الاهالي يجوزوا العيله صغيره او البنت صغيره. بالنسبه للزواج المبكر بالنسبه للبنت، البنت بتبقى لسه سنها صغير، كان زمان في مصر زمان كانوا بيتجوزوا 14 سنه 15 سنه عشان كانت الحياه حلوه والحياه كويسه، ما تعرفش تدرك يعني ايه بيت وزوج واولاد وبيت، ما تعرفش تكوين اسره. هو الزواج عبارة عن ايه؟ تكوين أسرة. الزواج المبكر ما تعرفش حاجة عن تكوين الأسرة، ده بالنسبة للبنت، ونفس النظام ينطبق على الولد. المشكلة مش بعدادية، المشكلة ان هما يبقى في انحيال وفي بعد كده في تخش في انحراف جامد جدا في قيم واخلاق ودينيا، الحاجات دي كلها غلط طبعا يعني، حتى من البنت او من الولد. بنرجع لحضراتكم مرة تانية وحدثنا عن الزواج المبكر وأثاره السلبية على الأسرة المصرية. دكتور حضرتك قبل الفاصل قلتي إن في بعض الناس بتجوز بدري قوي خايفة من العنوسة، هنا أنا شايفة إن في تطرف، يعني ناس بتتجوز بدري قوي وناس بتتجوز متأخر قوي، إيه السن المناسب الأنسب للبنت علشان تتجوز؟ هو طبعا قبل 18 سنة ده بيعتبر طفل يعني، ما ينفعش ان هو سواء ولد او بنت ان هو يعمل يقدم على تجربة الزواج، لانها اولا بالنسبة للبنت هتضر صحتها جدا، مسألة الحمل المبكر قبل السن ده بيسبب لها كثير من الامراض، بيسبب لها اجهاض متكرر، عدد مرات الحمل والولادة ممكن تبقى كتير، فبالتالي ده بيرهق الاسرة اقتصاديا ويؤثر سلبيا على صحة الام. السن الطبيعي للزواج هو ما بعد مرحلة ما بعد الجامعة او ما بعد تقريبا السن من 23 25 بالنسبة للفتاة، وممتد طبعا ممكن يبقى انسب سن لغاية 30
35 مفيش مشكله. العشرينات الفتره اللي بيبقى فيها كمان نضوج فكري ونضوج جسدي للبنت بالظبط. وبالنسبه للولد طبعا من 26 من 25 برضو فما فوق مفيش فيه مشكله، على الاقل يكونوا اكتسبوا خبرات التعامل مع بعض، خبرات التحمل، المساعده والتعاون في الاسره. يعني ايه اسره؟ يعني ايه اولاد؟ مش مساله علاقه عابره وخلاص. فتره المراهقه على فكره اللي بيعيشها الولاد، لما يعني احنا بنحرم البنت من انها تعيش فتره مراهقتها، ده بيأثر سلبا عليها، لان المراهقه مرحله بنكتسب منها تجارب. يعني صحيح. هو صحيح بنقلق كلنا كامهات وكاباء من مرحله المراهقه، لكن هي مرحله ضروريه بيكتسب الانسان منها مهارات. فانا بلغيها تماما لما بجوز البنت وصغيره، فده بيأثر سلبا على تكوينها النفسي كمان، مش بس التكوين الجسماني. ما تبقاش كمان قادره على انها تتحمل مسؤوليه الطفل. بالظبط، بتبقى مش قادره ازاي تتعامل مع الطفل، وده برضو بيسبب وفيات كتيره في الاطفال. في ساعه الولاده بيحصل وفيات، لان الام طبعا بتكون ضعيفه، فالطفل بيتولد ضعيف ومش كامل النمو، او ان هو بعد كده خلال مراحل التربيه نتيجه جهل الام ممكن جدا بتحصل كثير من الحوادث اللي بتصيب الاطفال وبتؤدي للوفاه. هل نقدر نقول يا دكتور ان البعض بيلجأ للزواج في سن مبكر للبنات حفاظا على ميراث الأسرة؟ علشان زواج الأقارب حضرتك تقصدي، وده طبعا موجود بس مش بكثرة. احنا دلوقتي كمان بتقابلنا تحديات الحياة كتيرة جدا في ثورة المعلومات والسوشيال ميديا ووسائل الإعلام الجديد والفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. ان انا بقيت عملية ان الأطفال معاهم عاملين أكاونت على الفيسبوك وعاملين على الانستجرام وبيتواصلوا مع ناس من جوه البلد ومن بره البلد، فده الحقيقة بيمثل مخاطر جديدة. مفروض الأسرة ان هي تتدارك ده وتفهم البنات وتوعيهم. توعية الأم لبنتها عامل أساسي جدا، إنها ما تنسقش في علاقات مع أي حد ما تعرفهوش، فبعد كده تحصل عواقب وخيمة تخليني أضطر أجوزها نتيجة علاقتها مع حد. فأنا لازم أوعيها عشان ما تبقاش عرضة كمان دلوقتي التجار بالبشر، ومسألة الشبكات الدولية اللي ممكن بتستخدم الفتيات دي بقت كتيرة جدا. فلازم الأم تكون على وعي، وإذا كانت الأم مش على وعي لازم مؤسسات الدولة تقوم بده، المجلس القومي للمرأة، لأن العالم كله بيهتم ده بده، اليونيسف بيهتم بده، كل المنظمات الدولية الحقيقة بتهتم بالمشكلة دي لأنها بتأثر على صحة المجتمع ككل. صحيح. أنا بقدم ناس عندهم سواء نفسي وعندهم صحة جسمانية ونفسية، ولا بقدم مشوهين مشوهين نفسيا ومشوهين جسديا. أطفال بدأوا حياتهم الزوجية مبكرا أكيد هتكون النتائج مش محمودة. يعني الحقيقة المجلس القومي للمرأة بيقوم بدور فعال تجاه أو حيال هذه المشاكل، يعني عنده نقول حملة طرق الأبواب. الحملة دي يا دكتور من خلالها بينزلوا كل مكان وفي القرى وفي النجوع بيبتدوا عملية توعية للأهل وكمان للجدات، يعني الجدات اللي بيبقى ليهم الكلمة الكبيرة في صعيد مصر مثلا. ده حقيقي، هو كمان وزارة التكافل والتضامن الاجتماعي الحقيقة هي برضو عاملة أنشطة جيدة جدا إلى جانب المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة. في أنشطة كتير للدولة إن هي بتوصل للناس دي في مكانها. محتاجين كمان وسائل الإعلام تهتم شوية بده، الأعمال الدرامية مهمة جدا قوي. انها تهتم بهذه المشكلات وتبين السلبيات بتاعتها، فالجمهور اللي بيتفرج ويشاهد بيبدي تعاطف مع المشكلة، وبالتالي بيبقى اكتسب تجربة من خلال العمل الدرامي. فأنا الوقت بقى ان احنا نرجع تاني ان الاعمال الدرامية تكون في خدمة قضايا وطنية المجتمع. صح. وتخدم المجتمع، مش بس حاجات للاستهلاك وللمكسب الاقتصادي اللي ممكن يحققه منتج العمل او المؤسسة اللي بتنتج العمل. لا، مهم جدا ان احنا نأسس قيم للمجتمع ونأسس تجارب للمجتمع جيدا. زي ما كنا زمان، زي ما كانت الدراما المصرية زمان. الحقيقة زمان كان الناس بتقعد، هو كل الافلام العربية بتنتهي نهايات سعيدة، بس كانت بتخلق مواطن جميل، يعني مواطن متسق مع ذاته، كان ليها رسالة وليها هدف. بتعلمنا، بتخرجي من الفيلم او من المسلسل اللي بتشوفيه بتجربة معينة او بخبرة جديدة، حتى لو كانت النهايات مش سعيدة. يعني صحيح.
ايه دور حضراتكم بما ان حضرتك عميد لكليه الاداب، يعني في اداب قسم اجتماع، هل ممكن بتنزلوا مثلا بالاساتذه والمعيدين والطلبه في اجتماع بياخدوا زي دورات تدريبيه او ورش عمل لتوعيه الناس؟ هو في طبعا دراسات ميدانيه بيعملوها الولاد وبينزلوا في المجتمعات البدائيه وبينزلوا في الريف وبينزلوا في البدو، مجتمعات البدويه، وبيعملوا دراسات عليهم وبيتكلموا معاهم طبعا. بس في مشروع كمان جيد عاملاه وزاره التضامن اللي هو مشروع موده، وده معظم اعضاء التدريس اللي هم الصغار السن عندنا في الجامعه بداوا يدربوا البنات على والولاد كمان على ازاي يقدروا يعملوا حياه زوجيه سعيده، فبينقلوا لهم خبرات وبيدوم تجارب وبيفتحوا معاهم مجال للنقاش وللحوار في المجال ده. فالحقيقه حققوا نجاح كتير، وعلى فكره يا جامعه حلوان كانت من اكثر الجامعات اللي كانت مساهمه في هذا المشروع ودربت عدد اكبر من الطلاب. ما نقدرش ننسى كمان العمل التطوعي والجمعيات الاهليه اللي ليها باع طويل في مثل هذه القضايا. اكيد الجمعيات المدنيه، خدي بالك هي لما بتبقى المؤسسات الدوليه حاطه سياسات على مستوى ورصدت مشكله وبدات تكتب احصائيات وتعمل دراسات على المشكله دي، فكل الجمعيات المدنيه بتتجه لانها تتبنى الفكره وتطبقها في مجتمعاتها. كل جمعيات مدنيه في دوله من الدول بتتبنى الفكره وبتحاول تطبقها في مجتمعاتها. فكره ان الجمعيات المدنيه تهتم بالقضيه دي، ده فكره بتظهر تماما ان البلد ديمقراطيه وان فيها قنوات شرعيه تدريب الولاد وتعليمهم وتدريب الاسر والامهات ازاي يتعاملوا مع بناتهم، وازاي البنت دي كنز مفروض ان انا احافظ عليه واعلمه. بعض المجتمعات الصعيدية على فكرة عندهم فكر متطور جدا في تعليم المرأة، المرأة في الصعيد قوية جدا ويعني لها مكانة الحقيقة، والأب دايما حريص على انه يعلم بنته على الرغم انه يبدو العكس ان هو ممكن يكون اكثر تشددا في التربية، لكن الحقيقة لا، هو المجتمعات الصعيدية تهتم جدا بتعليم المرأة. هل نقدر نعتبر مثل هذه الظاهرة بتندرج تحت بند العنف ضد المرأة، واللي بيقوم بهذا الفعل نقول سواء كان بقى الأب أو الأم أو الجدة المفروض يتخذ حياله مثلا إجراء قانوني؟ أكيد هو في قوانين كمان بس مش مفعلة للأسف، هو عنف ضد البنت نفسها، لأن ممكن الزوج يتعامل معها بعنف شديد وهي لا تدرك ده، هي هتخاف ومش هتقدر تواجه ده، ما عندهاش القدرة وما عندهاش الدراية. عنف من الأسرة لما بتحطها في هذا الموقف، فمفروض إن احنا نفعل القوانين دي ونطورها، يعني يبقى فيها استحداث وتجديد بما يتواءم مع الظروف الجديدة للمجتمع. الحقيقه البنت الصغيره بتفرح بان هتلبس فستان وهتلبس الشبكه بتاعتها ولا الخاتم ولا ان هيبقى لها بيت، يعني ما عندهاش ادراك بمسؤوليات الكبيره، وبعد كده تفاجئ ان ما فيش فلوس، ان الزوج ما تعلمش فما عندوش قدره على انه يشتغل، ما فيش تحمل مسؤوليه، راجل كبير في السن او رجل كبير او متزوج قبل كده. لازم يبقى في توعيه الحقيقه للمخاطر دي كلها. في بعض الأحيان كمان الأهل زي ما بنقول بيسننها، يعني هي ممكن تبقى صغيرة ويكتب في شهادة الميلاد سن أكبر، دي أعتقد المفروض هنا يبقى في وقفة ضدهم. ده جرم الحقيقة، يعني هو يعاقب عليه القانون، والطبيب اللي ممكن يكتب شهادة بأن البنت أكبر من سنها مفروض أنه هو يعاقب، لأن ده ضد الإنسانية كلها. يعني هو مش عارف، هو لو حس بقلق على بنته فعلا، لو في حملات بتقول له انت كده بتموت بنتك، اعتقد ان النسبه هتقل كتير، لان هو مدرك ان بيفتكر انه البنت هتفرح وان هتقضي حياه جميله ويبقى ابن داخل اضافي للبيت وان هتتجوز صغيره وتخلف صغيره فهيشوف احفاده بسرعه. إذا ما كانش عامل اقتصادي هو الاساس، ان ما كانش العامل الاقتصادي للاسف هو الاساس. ولكن كل ده ما يسويش انه ممكن بنته في لحظه تكون متوفيه نتيجه الولاده المبكره والحمل المبكر او الجنين اللي تجيبه والطفل اللي تجيبه يكون مشوه، فلازم يبقى في توعيه بالامور دي كلها. صحيح. يعني هي الحقيقه مش دور وزاره الاعلام فقط او المجلس القومي للمراه او الاساتذه المتخصصين في الجامعات المختلفه، ولكن ايضا وزاره الصحه، يعني وزاره الصحه لابد ان هي يكون ليها زي دورات تدريبيه او حملات ايضا بتروح بقى المدارس الصغيره لتوعيه البنات.
مفروض ومفروض يبقى في افلام اعلانيه يعني اعلانات صغيره تنزل في التلفزيون توضح ده، نروح لهم في المدارس، نروح لهم في الارياف. هي وزاره الصحه بتعمل احصائيات طبعا نتيجه حالات بتبقى ناتجه عن حالات الولاده والاجهاض، فبتقدر تحدد الاحصائيات عدد البنات المتزوجات وهم صغار السن، لكن طبعا محتاجين اننا نتضافر الجهود. ودلوقتي عمل الوزارات زي ما احنا بنقول عندنا مناهج بينيه، هو عمل الوزارات اصبح بيني في المقام الاول، لازم كل وزاره تتعاون مع الوزاره الثانيه، وزاره التضامن مع وزاره الصحه بالظبط، هي كلها مع وزاره الاعلام، علشان في الاخر تخرج استراتيجيه تحل المشكله. يعني المفروض حل نحصر المشكلات اللي عندنا ونبدا نشتغل عليها عن طريق اكثر من مصدر واكثر من جهه. البروجكت اللي بيتعمل في الجامعه سواء كان اداب قسم اجتماع او اداب قسم اعلام، في اعلام عندكم في اداب أيوة. جامعه حلوان أيوة. يعني اعتقد لو البروجكت اتعمل فيما يخص مثل هذه المشاكل والقضايا اللي بتهم المجتمع المصري، ده هيخلق نوع ايضا من الوعي المجتمعي بالقضيه. هي قسم اعلام بيعمل البروجكت بتاعه عن قضايا مجتمعيه، وعندنا ثلاث شعب، علاقات عامه واذاعه وتلفزيون وصحافه، والثلاثه بيعملوا مشروعات بتاعتهم عن قضايا مهمه في المجتمع وبتطرح حلول ليها. قسم اجتماع برضو ما عندهوش المشروع لكن عنده الدراسات الميدانيه اللي بيعملها، بيطلع منها نتائج وبيعمل عليها ابحاث. فالحقيقه وكل الاقسام كليه الاداب بتهتم، قسم علم النفس صحيح بيهتم برضو بالصحه النفسيه، فمعظم اقسام اللي في كليه الاداب بتكون مهتمه جدا بالقضايا المجتمعيه. ايه الكلمه اللي حضرتك تقوليها بقى للاساس، للام والاب اللي بينتهكوا حرمه بنتهم وبيعملوا هذا الفعل، هذه الجريمه؟ اقول له لو كان ممكن تخلع قلبك وترميه كنت هتاخد بنتك وتجوزها صغيرة. البنت كنز، والبنت حنية، والبنت رحمة، البنت امرأة المستقبل، البنت هي اليوم أنت معها غدا قد لا تكون معها، محتاجة أنها تسلح نفسها ضد التحديات اللي ممكن تقابلها في حياتها، ومش هتتسلح غير بالتعليم وبصحتها، أنها تكون صحتها جيدة بسلامتها النفسية، أن يصون بنته علشان يضعها في المكانة السليمة التي تليق بها كزوجة في بيت بتدير حياتها بشكل صحي وشكل جيد. كل ده بيستاهل مننا أننا نتأنى ونفكر وما نفرطش في البنات وما نفرحش فرح النهاردة ممكن يكون بترتب عليه أحزان كتير ومشاكل كتير في المستقبل. صحيح. دكتور سهير عبد السلام عميد كليه الاداب جامعه حلوان، مرسي لوجود حضرتك معانا. شكرا شكرا. فقرتنا اللي بعد كده هنتكلم فيها عن مواصفات الرئيس الناجح او المدير الناجح. هل المدير الناجح هي كاريزما ولا مواصفات والواحد بيتولد بيها، ولا ممكن نتعلمها ونكتسبها؟ ده اللي هنعرفه من خلال وجود ضيفتنا أستاذة أميرة عاصم القطان، خبيرة العلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إحنا بنتولد عندنا نقول إيه الروح القيادية، يعني ممكن نصلح إن إحنا نكون مديرين، وده بيتفاوت من شخص لآخر. في ناس كتيرة قوي بتفكر إن المديرة الناجحة دي لازم تكون شخصية مسيطرة وقوية وعصبية، مع ان ده غلط. المدير الناجح لازم يتسم دايما بصفات مرونة، يكون عنده قوة تأثير اكتر ما يكون عنده شخصية قوية وصعبة. لازم يعرف يتعامل مع الموظفين اللي عنده طول الوقت، لازم ياخد الجانب الايجابي دايما ويشعر منه جانب ايجابي يطلعه على الناس اللي موجودين معاه. لازم يسيطر عليهم بقوة تأثيره مش بعصبيته. إياك والغرور والتكبر. في ناس كتيرة قوي دايما تتغر وتتكبر على الموظفين اللي عندها. يعني هل نقدر نقول إحنا بنتولد كده؟ ناس بتتولد عندها الشخصية القيادية دي والذكاء في التعامل مع الآخرين، ولا إحنا ممكن نتعلمها بمرور الوقت؟ لا طبعا بمرور الوقت، طبعا بمرور الوقت. وفي ناس كتيره قوي بتفكر ان هي لازم تكون ذو قيمه علميه كبيره قوي متعلمه بره واخده شهادات وماجستير ودكتوراه عشان تعرف انها تكون مديره ناجحه. طبعا الجانب ده ايجابي جدا ولازم يكون موجود جدا جدا، بس في نفس الوقت لازم يكون في تعامل كويس، يكون في احترام للموظفين اللي عندي، اعرف اتعامل معاهم دايما، اعرف اوصل لهم بالمرونه دي
بالشكل ده كده يعني بالطريقه دي. يعني هل المفروض ان الواحد يكون مثلا لما يتعرض لازمه معينه او مشكله معينه وانا مدير المفروض ان انا ايه اخد رايي استشير ولا اخد انا الراي من دماغي لوحدي؟ لا طبعا لازم يكون في مشاركه، لازم اخلق روح المشاركه عندي مع الناس الموظفين اللي انا بتعامل معاهم عشان يطلعوا افكار مبتكره، عشان يكون عندهم دايما قوه ونجاح. يعني نقول مثلا لو حد ما عندوش الخبره وتعين قالوا له انت هتمسك المكان الفلاني، ازاي يقدر بقى ان هو يتدارك الاخطاء بتاعته؟ ازاي يقدر يتواءم مع المديرين مع المرؤوسين بتوعه؟ لازم مع طبعا الموظفين لازم على قد ما انا يكون عندي شخصيه قويه جدا عشان خاطر احقق نجاحي واحقق ان انا اوصل لكل الناس اللي موجودين معايا في الشغل ان انا عندي شخصيه واقدر احقق النجاح ده، لازم اتعامل احنا اعتقد محتاجه هدوء اكتر. محتاجه هدوء اكتر، محتاج ان احنا نتعامل بهدوء. هل المفروض المدير يكون متفهم لطبيعه كل شخصيه قدامه؟ يعني يفهم كل موظف ايه نقاط ضعفه وايه نقاط قوته؟ طبعا طبعا لازم يفهم نقاط ضعفه ونقاط قوته. انا بعتذر. طيب هل نقدر نقول كمان ان بعض الشركات بتدي طب نشوف فاصل، نطلع نشوف فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. بنرجع لحضراتكم مرة تانية، وإيه هي مواصفات المدير الناجح؟ ولو المدير واحدة ستة إزاي تقدر إن هي توفق ما بين شغلها وما بين بيتها؟ لازم يكون في تناسق، الستة تعمل تناسق ما بين مهام البيت ومهام العمل. يعني أول ما ترجع من شغلها تفصل تماما عن حياة الشغل، ما تعملش مديرة في البيت يعني؟ ما تعملش مديرة في البيت ولا أي حاجة خالص، لازم تتعامل مع جوزها ولادها لأنهم ليهم حق عليها. مينفعش يبقى هي طالع مثلا عينها في الشغل طول النهار، تيجي تطلع العصبية والتوتر وكل ده. انت اخترتي ان انت تكوني امرأة عاملة، صحيح، فهم ملهمش ذنب ان هم يشيلوا ده الا لو كانت في ظروف خاصة هي اللي اجبرتها على الحياة دي ان هي تشتغل. ده كلام تاني بقى، لكن صحيح. طالما هي اشتغلت يبقى لازم ان هي تحاول توفق ما بين البيت وما بين الشغل، وما تشيلهمش ذنب الشغل ده طول الوقت. صحيح. الحقيقة الدراما المصرية كان في فيلم مراتي مدير عام نجحت فيه الفنانة شادية بشكل كبير جدا، متهيألي كلنا شفناه الفيلم ده. ايوه طبعا. يعني جسدت بشكل واضح جدا ازاي تقدر ان هي زي ما حضرتك بتقولي تفصل ما بين كونها مديرة في العمل وكونها بقى امرأة وام في البيت. طبعا. لازم تكون عندها توازن، تعرف ان كل مرحله في حياتها ليها توازن مختلف. صحيح. يعني لما تيجي تحط خطط عمليه تحط خطط واقعيه مش خطط خياليه. ازاي؟ انا مثلا قررت ان انا قلت مع نفسي وقررت ان انا هشتغل وهعمل ان شاء الله مجهود كويس جدا السنه دي وهشتغل على نفسي اكتر، كل ده انا اقدر اعمله من خلال بيتي. من خلال ان انا ما اقصرش مع بيتي ومع جوزي في نفس الوقت. لكن لو حطيت خطط خياليه وقررت مع نفسي مثلا ان انا ان شاء الله السنه دي هسافر في كل بلد هروح شركه فيها معينه واحقق تارجت معين ليا، ده طبعا خطه خياليه. صحيح. في نفس الوقت هشيل نفسي الذنب، انا يا ريتني ما اتجوزت، انا يا ريتني ما خلفت، انا يا ريتني ما عملت. طب ليه اعمل في نفسي كده واوصل لاكتئاب؟ لازم اعرف ان كل مرحله في حياتي وليها توازن مختلف. صحيح. متهيألي لو الست هي المدير بتحتاج برضو زوج متفهم لطبيعة عملها ولابد ان هو يساندها. هو ده بقى هنا الذكاء العاطفي، لازم الست يكون عندها ذكاء عاطفي، لازم اوصل لجوزي ده مهما كنت انا مشغولة ان الشغل مش اخد كل وقتي وان انا بعرف اهتم بيه وبولادي وبحياتي. هنا بقى لازم ألجأ للذكاء العاطفي. وان هو الاساس والشغل ده حاجة طبعاً. جانبية طبعا. طبعا لازم يكون هو الاساس. مهما اقتنعنا كلنا كبنات او كستات ان الشغل ده اهم حاجه في حياتنا وانه كيان وانه كارير وانه كل حاجه كويسه، وده طبعا حقيقي، لازم نحط ان البيت ده المهام الاول في كل حاجه. اهم حاجه عندي في حياتي هو الاول بيتي وبعد كده شغلي. خاصه بالتالي مع الراجل الشرقي
الراجل الشرقي بيبقى عايز الست هي الملكة بتاعت بيتها، والشغل ده شيء نقول جانبي تماما. تمام. بس هو ساعات الظروف الحياة هي اللي بتحكم الواحدة ان هي تنزل وتشتغل. ساعات بيكون مش بايديها، الا لو هي بقى اختارت وهو متفاهم. ده ما هو بتفرق برضو من زوج متفاهم وزوج مش متفاهم. لو زوج متفاهم هيبقى معاها وسبورتد ليها طول الوقت ويبقى دايما مساندها في كل حاجه. لكن لو هو مش متفاهم هتعمل ايه؟ صحيح. لو هي ظروفها كويسه ان هي ما تشتغلش وتقعد في البيت وهما الاثنين متفقين على ده مش غصب عن حد، الحياه هتمشي تمام وكل حاجه تمام. لكن لو هما مش متفقين وفي ظروف حياتيه بتجبرها على الشغل، ساعتها بيبقى الكلام تاني خالص. صحيح. لو الست هي المدير والكل اغلب الموظفين رجاله، هنا بيبقى في بعض الايه، نقول في بعض الحزازيات شويه، وخاصه لو رجاله كمان كبار في السن وهي صغيره في السن، هنا تقدر ازاي تكسب حبهم واحترامها كمان؟ بالتعامل. التعامل والمرونه في المعامله. كنت لسه بقول لحضرتك من شويه ان في ناس كتير بتفتكر ان هي طالما هي ذو قيمه علميه كبيره واخده شهادات ومسافره ومحققه تارجت حلوه قوي في العلم ان هي كده خلاص مش ناقصها اي حاجه. بالعكس، لازم يكون عندنا جانب انساني ونستغله. ما هو جانب انساني مع علم كده يبقى فيه نجاح، توازن. في توازن ونجاح. لكن مثلا انا اعتمد ان انا معايا شهادات كتير وان انا متعلمه كفايه بس ما عنديش جانب انساني، ما الطبيعي ان انا هفشل في حياتي. صحيح. فلازم طبعا اعمل التوازن ده عشان حياتي تبقى كويسه، اوصل لهم ان انا يبقى في علاقه انسانيه ما بيني وما بينهم. مثلا لو حد اي حد حصل له حاجه، مدير انا مثلا هو مديري، اتصل بيه اسال عليه من وقت للتاني. عنده مناسبات اجتماعيه. مناسبات اجتماعيه طبعا. عنده ظروف، عنده حاله وفاه، عنده فرح، لازم اعمل ده. لازم اقوي العلاقه الانسانيه عشان نبقى مرتاحين مع بعض في الشغل ونبقى فريق عمل واحد. فبالتالي مش هيكون في مشاكل او حساسيات او طول الوقت منافسه او حاجه. ممكن يكون في منافسه شريفه، منافسة شريفة في الشغل، اللي هو عمل حاجة كويسة جدا في الشغل وحقق نجاح فأنا كمان عايزة أبقى زيه. بس بقى مش نوع من الأنواع اللي هو أنا أحطه في دماغي وهو يحطني في دماغه والكلام ده كله يعني. صحيح. مبدأ الثواب والعقاب مهمة قوي من المدير. إزاي يقدر الست المديرة تحققه؟ هقولك على حاجة. الثواب والعقاب لازم زي ما انا حاجي ان انا اعاقب على الحاجه الغلط اللي حصلت في الشغل، لازم افتكر ان التيم اللي عمل معايا ده حقق لي قبل كده نجاح. صحيح. فبالتالي ان انا لو حصل مثلا موقف او لو حصل خساره لشغلي او لشركتي ابقى سبورتد ليهم وبواقف وراهم، ما حاسبهمش. فالثواب والعقاب بتفرق ما بين موظف ناجح في عمله وموظف هو بيسبب لي مشاكل طول الوقت. لكن لو موظف ناجح واضطر ان هو غصب عنه يوقعني في مشكله ويوقع الشركه في مشكله، فلازم انا زي ما انا باخد منه نجاحه كمان اساعده ان هو لو حصل معاه موقف ان انا ابقى في ظهره وجنبه. عشان برضو نبقى في الاول وفي الاخر تيم عمل كويس يعني. نقول السيده المديره لما بكون بتشتغل في حاجه خاصه بيها اللي هي سيده اعمال دي، هي هنا بتكون مالكه نفسها. لكن لما تكون مديره في مصلحه نقول حكوميه، هل المفروض يكون في دورات تدريبية بتدخلها علشان تقدر ان هي تكتسب بعض الخبرات؟ لو هي متعلمة كفاية وعندها علم كويس وفي نفس الوقت عندها جانب انساني كويس، انا متهيألي من غير دورات ومن غير اي حاجة هتعرف تمشي العمل كويس. هتقدر تحقق نجاح. لأن يعني نقدر نقول ان هو سنس مثلا؟ طبعا. طبعا. كيفية التعامل مع الناس، انا ازاي اعرف اتعامل معاكي؟ انا ازاي من غير ما اخد كورس عشان اجي اتعامل مثلا مع مذيعة مشهورة زيك، لا انا اقعد اتكلم معاكي ويبقى عندي علاقة انسانية بيكي، فانا هعرف اوصل لقلبك اكتر، فهنعرف نشتغل مع بعض اكتر. هي كده بتتقاس كده يعني. نقدر نقول ايه، هي محتاجة ذكاء وفطنة، وازاي اقدر اوصل للشخص اللي قدامي بالظبط. مرونة في التعامل طبعا. هل نقدر نقول ايضا الاسره ليها دور كبير في جزئيه زي دي، ان هم يبتدوا يعودوا البنت ازاي انها تقدر تتحمل المسؤوليه من الصغر، وبالتالي لما هتبقى في بوزيشن معين هتقدر انها تتحمل مسؤوليه كل الموظفين اللي معاها مثلا؟ طبعا. لو هي شخصيه قياديه وشخصيه ان هي تعرف انها تتعامل ومن صغرها بتشتغل ومن صغرها بتنزل وبتتعامل مع البشر، اكيد هتعرف ان هي تكون ناجحه في حياتها. طالما هي خلاص اهلها عودوها على المسؤوليه، شايلوها بدري المسؤوليه،
بتعرف اخطائها، بتعرف انها يعني كل حاجه بتحل موقف وازمه تحل الموقف بتتعرض ليها، الازمه بتتعرض ليها، فبالتالي هتعرف تكون قويه في شخصيتها وقويه في شغلها وفي حياتها بعد كده. من سن قد ايه المفروض ان الام تعود بنتها على نقول مواجهه المواقف؟ صدقيني الطفل الصغير بيستوعب اكتر من اي حاجه في الدنيا. لو انا من وقت من وهو صغير بيعمل حاجه غلط وبخليه يشيل مسؤوليه الغلط ده واعوده الصح والغلط، هو خلاص بيتربى على كده. فبالتالي بيعرف يمشي في حياته بعد كده ازاي. يعني نقول في مواقف كتير الواحد بيكون ايه بيقدر يواجه، لكن من شدة الموقف ممكن الواحد يفقد اعصابه. ازاي المدير يكون عنده نقول ايه ضبط النفس؟ يكون عنده ضبط النفس دي لازم تكون موجودة. لازم احترم الناس الموظفين اللي معايا طول الوقت. لازم لو انا ما احترمتش الفريق العمل اللي معايا، طب ما هو هيأذيني، ما هو مش هيحقق لي نجاح. لو انا ما كنتش ظهر ليهم وسند ليهم طول الوقت واعرف ان انا اتعامل معاهم بطريقه كويسه، طب ما هم مش هيحققوا لي النجاح اللي انا طالبه. فبالتالي لا، لازم تكون معاملتي معاهم كويسه جدا ويكون في مرونه في التعامل. نقول ثقافه الاعتذار. ثقافة الاعتذار يعني ممكن يكون المدير خد قرار معين واكتشف بعد كده ان القرار ده غلط، هل هنا بقى ايه المدير مش المفروض يرجع في كلامه، ولا المفروض ان هو يعتذر ويبقى عنده نقول ايه اعتراف ادبي بالخطأ بتاعه؟ طبعا لازم يكون عنده اعتراف ادبي بالخطأ بتاعه، ولازم يعتذر، لازم يحسس اللي قدامه بقيمة نفسه. لازم يحسسه ان هو لا، انت عملت حاجه صح انا وقفت جنبك فيها، عملت حاجه غلط انا عملت حاجه غلط في حقك، يبقى انا لازم اعتذر لك. عشان بعد كده يبقى في تعامل ما بيني وما بينك كويس. نرجع مره تانية للثواب والعقاب. هل لو سيده اعمال وعندها مشروع كبير، المفروض الارباح اللي بتجنيها بعد نقول بعد سنه ماليه، المفروض انها تدي من هذه الارباح للموظفين عشان يحسوا بالانتماء تجاه المكان بتاعهم؟ طبعا لازم تكافئهم. تكافئهم ماديا وتكافئهم معنويا. اصل حرام قوي لما حد يكون بيتعب وبيحقق شغل كويس وما يتكافئش في الاخر بتكافؤ مادي او تكافؤ معنوي. يعني ده لازم من اساس اي مؤسسه ناجحه، انك لازم تمشي على حاجات معينه لازم تتبعيها مع موظفينك عشان تحققي النجاح ده. لو انا مثلا انا كمديره قصرت في حق الناس اللي بيشتغلوا معايا وما اديتهمش تكافؤ كويس من ناحيه الماده او من ناحيه معنويا، طب ما هم هيأثروا في شغلي، ما هم هيحسوا انهم مهما بيتعبوا ومهما بيعملوا ما بيلاقوش تعبهم ده، ما بيلاقوش رد الفعل الجيد. بالظبط. هل بالضرورة أن المدير يكون كبير في السن، ولا ممكن يبقى مدير صغير في السن؟ لا طبعا مش بتفرق أبدا العمر، المهم أنا بتعامل إزاي، المهم أنا يكون عندي جانب إنساني كويس ويكون عندي قدر علمي كويس فأقدر أتعامل بيه، لكن هنا السن مش بيفرق أبدا. إيه اللي حضرتك تقوليه لكل بنوتة صغيرة نقول عاملة مشروع صغير وهتكون هي المديرة وهي الرئيسة لناس كتير معاها، تقدر تكسب حبهم ازاي وتقدر كمان ان هي تجني بقى نقول ثمار من خلال مشروعها؟ اياكي والغرور والتكبر، لان منصبك فيه حاجات اهم بكتير قوي من انك تتغري او تتكبري على الموظفين بتوعك. لازم يكون عندك ذكاء في التعامل مع الناس، لازم تتكلمي معاهم كتير، لان كل ما تتكلمي هيحصل نوع من انواع المشاركه، فهتقدري ان انت تطلعي منهم افكار مبتكره كمان. لازم اعملهم بالمساواه، مش عشان انا حد بيجاملني في الشغل فانا افضله عن حد مجتهد جدا في شغله وكويس جدا وبيتعب على نفسه. لازم ما استغلش منصبي في اي حاجه وحشه ابدا، مش عشان انا عندي منصب استغله في ان انا اذي حد معايا في الشغل او اذي شركتي او اذي اي حد. لازم يكون عندي صفات كتيره قوي تخليني ان انا اقدر اتعامل مع الناس ويكون عندهم ثقه فيا. لازم لما اطلع كلمه من بوقي ابقى قدها عشان خاطر يكون الناس عندهم مصداقيه. صحيح، يكون في مصداقيه ما بيني وما بينهم فيحترموني ويقدروني. صحيح. أستاذة أميرة عاصم خبيرة العلاقات الإنسانية، مرسي لوجودك معنا. شكرا. ربنا يخليك. مرسي لوجودك.
بنتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا النهارده، بنشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده وزينه.